بسم الله الرحمن الرحيم. نجلس جلسة مريحة بعينين نصف مفتوحتين، زاوية 30، جالسين باستقامة، مرخين الجسم، الكفين بالحضن أو على الركبتين مفتوحتين للأعلى. شهيق، زفير، شهيق، زفير. الإنسان مليارات الخلايا عم تشتغل بتناغم عجيب وبذكاء واحد لصالح هذا الجسد بدون عنصر الهواء لا يمكن الاستمرار. بالشهيق نشحن هالخلايا بالزفير من رخي الجسم. بعد عيوننا مفتوحتين بمقدار النصف. نرى وجوداً آخر متداخل مع الوجود المادي. ذبذبات طاقية تغذي خلايانا بمعلومات من هذا الكون العجيب. نغمض العيون، منحس بامتلاكنا للجسم المادي. منركز على شكل الجذر أسفل العمود الفقري، فراغ بيننا وبين الأرض. الفكر له خاصية الانسياب، موجود انتباهنا بهذا المكان. طاقة الأرض عم تعطينا الحياة المادية. نحن نملك زمام الأمور من خلال هذه الجذور المتجذرة بعنصر الأرض. نحس الحياة بأعضاء
الجسد المادي اللي عم تشتغل بكفاءة تامة بشكل مبهر، بشكل معجز، بشكل عجيب. عم تأدي وظائفها بتناغم وانسجام مع نظام الجسد. نتأمل في الكبد وهذه الوظائف مختص فيها، في المعدة، في البنكرياس، في الكلى، شوف القلب، الرئتين، الرئتين بناخذ تنفس من جديد، زفير، عنصر الهواء فينا هو عم يمثل البعد الثاني. موجة أخرى من الوجود. نتصور مسافة فراغ أمامنا بحدود المتر، ناخذ شهيق منها وزفير، بنحس بامتلاك الهواء. خارج ذاتنا وداخل ذاتنا. ننتقل للعنصر الإشعاعي فينا. الجسم مثل الشمعة، جسد الشمعة، والفكر هو النور، هو لهب الشمعة. جسمنا المادي ضمن الفكر، الفكر واسع كثير، نمتد بفكرنا لنلامس جدران الغرفة. الفكر ألطف من الهواء وانسيابي رقراق. Thank you.
بنحس بالفراغ اللي بين على الرأس والسقف. إلهامات السماء تترى على شكل معلومات تتماوج في الأثير، ينقلها الهواء عبر التنفس لتنشط بها الخلايا. وتعمل الأعضاء، أعضاء هذا الجسد، فيستقيم بالإنسان الوجود، حتى إذا ما حطم سدود التعلق والروابط والرغبات، أصبح واحداً مع الأحدي بالذات، فلا يلتف حول مركزية أحد، بل يلف أبداً حول موجة أحدية الأحد من علياء السماء. ناخذ شهيق، زفير، بنحس بهذا الاتساع. منحس كم نحن بجمال عندما لا يخترق هذا الفكر المتوسع المرن، بحال من أحد ولا ببرمجيات تقصد اصطيادنا لنصبح عبيد أفكار الناس. نحن كائنات روحية الأحد يتماوج بأحدانيته عبرنا ولا ينحصر بنا، لعلنا نموج بجماله ولا نبقى بموج أصنام وأزلام وأوثان.
شهيق من جديد. بنحس بخلايا الدماغ. بمقدار الإشعاع والانفتاح اللي عم تصير عليه نتيجة طاقة السماء. نتيجة التمدد بالفكر. بنفس الوقت منعذر من تحجر حول أفكار معتقداته وأصبح عابدا للصنم بذاته دون أن يدري. لا حكم ولا تقييم على أحد، بل نعتبر من قصة عاد وثمود ونعتبر من كل حدث يجري في عالم الزمان والمكان. نشهد الآن بأننا شهداء على الحق، نأخذ تنفس من جديد، زفير، نحس من جديد بوجودنا المادي، حرك أصابع الكفين قليلا، صرنا نشعر بالموج الكثيف أكثر، شهيق، زفير. عم يرجع ينحصر الفكر ضمن القالب المادي. بعد أن شاهد جمال الخالق في طبقات خلقه شهيق مع ابتسامة على الوجوه، زفير، ابتسامة لقفا الراس، ذراعين، كفين، نستشعر بكل خلية من خلايانا تبتسم لموجة الأحد بالذات. نفرك الكفين مع بعضهم، نشحن هاي الطاقة، نحطهم أمام العيون، منرفرف العيون أمام هاي الطاقة، مساج للوجه بابتسامة تعلو المحيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.